تعالوا نروح نشوف تصريحات لمدرب ولاعبي نيجيريا بعد المباراة قالوا فيها إيه ونرجع نكمل. نقدم التهاني لفريق نيجيريا، وكان لدينا تخطيط وكان لدينا خطة للمباراة. قام اللاعبون ببذل أقصى ما يستطيعون في داخل الملعب. من الطبيعي أن يكون هناك أخطاء، ولكننا لعبنا كفريق وجميع اللاعبين كانوا يستخدمون عقولهم بشكل جيد. إن اللعب ضد الفريق المصري ليس أمرا سهلا، ونحن نعتبر كل مباراة هي مباراة نهائية، والفريق المصري فريق محترم كما تعلم، ومن الطبيعي أن نحترم مصر والفريق المصري بالطبع. هم كانوا يستطيعون الفوز، ولكن لديهم نقاط قوة بالطبع، وكانت هناك فرص قليلة للفريق المصري. أولا هذا عظيم، أولا أريد أن أقول أن هذا نصرا كبيرا لفريقنا. أنا سعيد جدا لأن يكون لدينا صفحة بيضاء اليوم، كان الأمر رائعا. اليوم لعبت ضد محمد صلاح، بالطبع محمد ومن محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن أيضا كان لدينا دفاعا رائعا، وكما رأيت اليوم كان اليوم أداء رائعا، ولم يكن لدى محمد صلاح فرص كبيرة. نعم كانت عظيمة، عماري كان يؤدي بشكل جيد جدا، وكان متألقا في هذه المباراة، وهو أمر مهم جدا بالنسبة لنا. يجب أن نركز نستمر على نفس المستوى، وأن نبذل قصارى جهدنا من أجل أوطاننا ومن أجل أسرنا. أشعر شعورا عظيما، كنا نأمل في تحقيق ذلك، وهذه المباراة كانت رائعة وكان لدينا فرصة عظيمة فيها. فريقنا دائما فريق واثق بنفسه ويتمتعون بذكاء، وهم لاعبون أقوياء ونحن نلعب معا كفريق. جميعنا لدينا روح فريق جيدة، ونحن نحب بعضنا البعض ونلعب بروح الفريق ونستمتع بذلك كثيرا.